طيب بأمر الله هنكمل مع بعض حل أسئلة ليسون 1. هنحل دلوقتي ال times questions. كنا حلينا ال variant questions الأسبوع اللي فات، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. طيب عندي أول سؤال بيقول لي complete elements whose atomic numbers from 1 to 18 occupy كام periods in modern periodic table. ال element اللي ال atomic number بتاعها من 1 ل 18 بياخدوا كام period. طب ما هو لو ال atomic number بتاعه مثلا هنقول 1 زي الهيدروجين، فكده هيبقى كام؟ هياخد period واحدة لأن هيبقى 1، مش هياخد غير energy level واحد. طب لو ال atomic number بتاعه مثلا 18 فهياخد كام energy level؟ هياخد يبقى 2 8 8 صح كده، فهياخد 3 period. طيب حاجة مثلا عندي الاتوميك نمبر بتاعها مثلا 10 فهياخد 2 8. طب انا هقول له كده بقى بياخد بيريود واحدة ولا 2 بيريودز ولا 3 بيريودز ولا 2 بيريودز؟ فانا لا هقول له بقى كده يبقى elements whose atomic number from 1 to 18 occupy، هنقول كده from 1 من 1 energy level مثلا، لو هو مثلا atomic number بتاعه 1 2 3 صح كده لغاية 3 energy level، لو هو مثلا atomic number بتاعه 18. طب ليه مش اكتر من 3 energy level؟ لان خلاص هو اصلا ال atomic number بتاعه 18 ده اكبر حاجة عندي لغاية 18، وبياخد كام؟ بياخد 3 energy levels يعني 3 periods، فهقول له from 1 to 3. طيب السؤال التاني بيقول لي x and y are two adjacent elements، يعني adjacent يعني متجاورين يعني جنب بعض كده ماشي كده، يعني مثلا element زي ده كده وفي element تاني كده اهو، هنظبط الكاميرا. طيب يعني ادي element وادي element تاني اهو كده، دي كده adjacent متجاورين. طيب بيقول لي ايه بقى؟ x and y are two adjacent elements located in one period، موجودين في نفس ال period في same period. if the atomic number of y is 15 so the atomic number of x may be space or space. ماشي، يعني بيقول لي ان y دوت ب 15، طيب وهما في السيم بيريود، فاحنا لو افترضنا ان اكس دوت هو الاليمنت اللي بعديه، هو الاليمنت اللي بعديه، طيب انا كل ما بمشي كده في البيريود الاتوميك نمبر بيزيد بمقدار ايه؟ بمقدار 1، فهيبقى مثلا الاكس ده هيبقى ب 16. طب افرض الاكس ده كان قبليه هيبقى الاتوميك نمبر بتاعه بكام؟ يعني الاكس هنا هيبقى 14، يبقى الاتوميك نمبر بقى بتاع الاكس ده والله لو بعديه هيبقى ب 16، لو قبليه هيبقى ب 14. فانا هكتبه كده يبقى so the atomic number of x may be هنقول 14 or كام or 16 صح كده. طيب a and b are two successive elements in one group. successive دي يعني متتابعين، يعني ايه؟ يعني واحد ورا التاني برضو. if the atomic number of a 3 so the atomic number of b may be space or space، يعني بيقول لي عندي element هنا هما في وان جروب ماشي كده، يعني كده يعني اكس هنا مثلا وواي هنا مثلا، يعني مثلا. طيب بيقول لي if the atomic number of a 3، يعني هو هما a و b، طيب هنعملهم a و b، هي الاتوميك نمبر بتاع a قلنا هو 3 صح كده، هنفترض ان b هنا يعني. طيب so the atomic number of b may be space or space، نفس الفكرة بتاعت السؤال اللي فات، احنا هنعتبر اما b هنا اما b هنا ماشي. انا كل ما بمشي كده في الجروب ال element بيزيد في ال atomic number عن ال element اللي بعده بمقدار كام؟ بمقدار 8 electrons، فلو ده 3 هيبقى ده كام؟ ال b هيبقى 3 and 8 هيبقى 11 صح كده؟ طيب افرض بقى البي ده مش بعديه كده، لا هو كده هم سكسيسيف هم متتاليين ماشي كده، فايه اللي عرفني ان البي بعد الايه؟ ليه مش البي قبل الايه؟ فهو كده عشان كده حاطط لي مي بي سبيس اور سبيس لو البي كان هنا. طيب هقول مثلا هشيل من الثلاثه دي 8، يعني هيبقى قبليه ب 8، يبقى مثلا هيطلع سالب 5. لا انا مفيش عندي اتوميك نمبر بالسالب، فده الاكسبشن الوحيد اللي هو عندي في المودرن بيريودك تيبل. هتلاقي كده ال ال اي اللي هو 3 اللي هو يقصد بيه الاي، بعد كده هتلاقي ال ان اي اللي هو 11، قبليه بقى اللي هو الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1 ماشي كده، علشان طبعا ما اقدرش اعملها بالنيجاتيف لان ما فيش اتوميك نمبر عندي من نيجاتيف ماشي كده. فاحنا هنقول والله لو بي كان بعديه هيبقى الاتوميك نمبر بتاعه 11، لان انا كل ما بمشي كده في الجروب بعمل انكريز بزود كام
8 الكترونز فهيبقى 11. طب لو قبليه هقلل 8 هيبقى سالب 5؟ لا، انا ما عنديش اتوميك نمبر من نيجاتيف، فهيبقى عندي اللي هو ايه 1. فانا هكتب له كده مي بي، هنقول مثلا 11 اور 1، ماشي كده. طيب عندي choose the correct answer: the number of elements that are located in third period of modern periodic table is. عندي النمبر بتاع الاليمنتس اللي موجوده في الثيرد بيريود. طيب از كام؟ طيب في الثيرد بيريود، يعني في البيريود رقم 3 عندي نمبر اوف اليمنتس، عندي كام اليمنت؟ طيب نبص كده على ده. انت علشان تخلي ال Li ب 3 وال Na ب 11، صح كده؟ يعني زودت كام؟ 8 الكترونز لازم. وكمان كل ما انت ماشي في البيريود الاليمنت بيزيد بمقدار كام في الاتوميك نمبر؟ بيزيد بمقدار واحد. فهلاقي ان الاليمنت ده 4 وده 5، مش كده؟ وده 6 وده 7 وده 8 وده 9 وده 10، صح كده؟ بعد كده نبدأ هنا بقى نوصل لل 11. فكده بيريود 3 هلاقي فيها كام اليمنت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 8 اليمنتس. طيب عرفت منين تاني؟ هنقول اهو، انت كل ما ماشي كده قلنا في الجروب بتزود بمقدار كام؟ بمقدار 8 الكترونز. وكل ما ماشي كده في البيريود بتزود بمقدار كام؟ بمقدار 1 الكترونز، صح؟ 1 الكترون، صح كده؟ فانا عندي علشان اخلي ده 11 لازم اكيد كان قبله كل دول كده هنا في السيم بيريود 4 5 6 7 8 9 10، اللي هم كام element؟ اللي هم 8 elements. وبعد كده ادخل على ال NA في ال period اللي بعديها، يبقى ال third period عندي فيها كام؟ فيها 8 electrons، ماشي. عندي ال B اللي هو الفوسفورس، ال atomic number بتاعه اهو مديني، هو ال atomic number بتاعه 15، ماشي كده. وال atomic weight او الماس نمبر بتاعه 31. وعندي السلفر الاتوميك نمبر بتاعه 16. طيب هنكتب، يبقى السلفر عندي الاتوميك نمبر بتاعه 16، ماشي. طيب كنا بنقول الفوسفورس الاتوميك نمبر بتاعه، هنكتب كده البي الاتوميك نمبر بتاعه ايكوال كام؟ 15، صح كده؟ طيب وعندي الماس نمبر ايكوال كام؟ ايكوال 31. تعالى على السلفر، كان الاتوميك نمبر بتاعه ايكوال 16، والماس نمبر عندي ايكوال كام؟ ايكوال 32. طيب ماشي، تعالى بقى نشوف ار 2 elements similar in. هو بيقول لك هما similar في ايه؟ طب والله انا لو عايز اعرف هما similar في، مثلا لو كانوا ال number of electrons في الاوتر موست ليهم نفس ال number of electrons في الاوتر موست، يبقى هما كده في similar في الجروب، صح كده؟ هما في السيم جروب. لو كان مثلا ليهم نفس ال number of energy levels يبقى هما كده similar في البيريودز. اعمل ايه طيب؟ طيب انا هعرف منين؟ انا عندي الاتوميك نمبر اهو بتاع الفوسفورس 15، هعمل كونفيجريشن يبقى 285. طيب السلفر اللي هو 16، هعمل كونفيجريشن 286. طيب هنا الاوتر موست فيه 5 وهنا الاوتر موست فيه 6، فهم كده مش سيميلر في الجروب، بس هم هنا ليهم نفس النمبر اوف انرجي ليفلز، يبقى هم كده هم سيم في ايه؟ في البيريود، ماشي. يبقى انا عندي الانسر اما ايه اما دي. طيب يبقى سيميلر في البيريود نمبر، طيب اند نمبر اوف نيوترونز، نشوف ايه. طب نشوف دي، طيب لان دي غلط، هي ايه اللي صح؟ نعرف ليه بقى دي غلط. البيريود نمبر اند نمبر اوف بروتونز، ماشي كده؟ هم عرفنا ان هم سيميلر في البيريود نمبر. نمبر اوف بروتونز، هو نمبر اوف بروتونز ده بعرفه منين؟ بعرفه من الاتوميك نمبر، لان انا عندي الاتوميك نمبر هو النمبر اوف بروتونز او بيس ايكوال برضو النمبر اوف الكترونز. طيب انا عندي الاتوميك نمبر هنا 15 وهنا 16، يبقى هم كده مش سيميلر في النمبر اوف بروتونز. طيب تعال نشوف هم ازاي سيميلر في النمبر اوف نيوترونز بقى. طيب انا بجيب النمبر اوف نيوترون ازاي؟ انا عندي الماس نمبر اللي هو الاتوميك ويت، يعني ايكوال نمبر اوف بروتونز بلس نمبر اوف نيوترونز، ماشي كده؟ طيب
طب تعالى هنا مثلا بالنسبة للفوسفورس، ماشي كده؟ عندي الماس نمبر اللي هو الاتوميك ويت 31 ايكوال نمبر اوف بروتونز اللي عندي اللي هو 15، طيب بلس نمبر اوف نيوترونز اللي انا مش عارفها. طيب هنعمل 31 ماينس 15 هتديني كام؟ هتديني 16، صح كده؟ طيب يبقى كده النمبر اوف نيوترونز بتاعت الفوسفورس 16. طب تعالى نشوف النمبر اوف نيوترونز بتاعت السلفر، برضه هنعمل 32 ماينس 16 هتديني برضه 16، صح كده؟ يبقى برضه هتديني 16 اللي هي يعني النمبر اوف نيوترونز في حاله الفوسفورس وفي حاله السلفر متساويين. يبقى هنقول تاني هما ليه متساويين في البيريود نمبر؟ عشان في الكونفيجريشن هما ليهم نفس النمبر اوف انرجي ليفلز اوكيبايد ويز الكترونز. طيب ايه تاني؟ طب هما ليه سيم في النمبر اوف نيوترونز؟ اهو عملنا كده، طرحنا عملنا ماينس 31 ماينس 15 ادتني 16، 32 ماينس 16 تديني برضو 16، ماشي كده؟ يبقى انا عندي دي. طيب the properties of element which has atomic number equal to 17 are similar to the element which have atomic number equals. هو بيتكلم على البروبرتيز، ماشي كده؟ فانا عندي الاليمنتس بتبقى سيميلر في البروبرتيز امتى؟ لو ليها نفس، لو هما في نفس الجروب، ماشي كده؟ طب هما هيبقوا في نفس الجروب امتى؟ لو النمبر اوف الكترونز في الاوتر موست ليهم واحد، صح كده؟ يعني ايه؟ يعني انا هدور هنا في ان الاليمنت اللي هو ايه؟ الاتوميك نمبر بتاعه 17، فهعمل له الكونفيجريشن كده واشوف النمبر اوف الكترونز في الاوتر موست بكام؟ يبقى عندي 2 8 7، صح كده؟ فالنمبر اوف الكترونز ديت هيبقى الاليمنت ده موجود في جروب 7A، فانا هدور على اليمنت برضو موجود في جروب 7A. طب ليه؟ علشان انا عندي الاليمنتس اللي بتبقى سيميلر في البروبرتيز هي الاليمنت اللي بتبقى موجوده في السيم جروب، في نفس الجروب، ماشي كده؟ طبعا انا عندي ال 7 هتبقى عندي الكونفيجريشن بتاعه 2 5، فده لا، عندي ال 9 هي هتطلع ال 9. طب عندي ال 15 هيبقى عندي 2 8 5، برضو لا. طيب عندي ال 20 هتبقى 2 8 8 2 موجود في جروب 2 A، فلا. طب تعالى بقى على ال 9، ماشي كده؟ فعندي 2 7، صح كده؟ يعني برضو موجود في جروب 7 A، وبالتالي هو كده ليهم نفس الجروب، ماشي كده؟ يبقى هما كده similar في البروبريتيز. طيب يبقى 9 an element which is located in third period and group 13، جروب نمبر 13. طيب انا دايما باخد الجروب نمبر اقول مثلا 3A 2A 7A، امال ايه 13؟ 13 هو المودرن نمبر، ماشي كده؟ التراديشنال نمبر بتاعه هو 3A. طيب هو بيقول ايه بقى؟ an element which is located in third period، موجود في الثيرد بيريود، ماشي كده؟ يعني لما هاجي هرسم انرجي ليفلز عشان اجيب له ايا كان اللي هو عايزه يعني، ماشي كده؟ هرسم 3 انرجي ليفلز. طيب وموجود قال لي في جروب 3A، صح كده؟ هو قال لي في جروب نمبر 13 يعني 3A، يعني الاوتر موست فيه 3 الكترونز، ماشي كده؟ ما هو الجروب بيعرفني النمبر اوف الكترونز في الاوتر موست او العكس طبعا. طيب وبالتالي الكونفيجريشن بتاعه 2 8 3، وبالتالي الاتوميك نمبر بتاعه 13 اللي هو الالومنيوم، ماشي كده الاتوميك نمبر. نعرف بقى هو عايز ايه؟ طيب نعرف هو عايز ايه؟ the number of neutrons in its nucleus equals 14، يعني عندي النيوترونز equal 14، يبقى اكيد هو عايز الاتوميك ويت او الماس نمبر. هنشوف كده، so its mass number equals، هو كده عاوز الايه؟ الماس نمبر. طب ما انا عارف ان الماس نمبر لسه قايلين، هنقلب الصفحه بدل ما نكتبها تاني، ان الماس نمبر equal النمبر اوف بروتونز اللي هو انا لسه جايبه بي 13، والنمبر اوف نيوترونز اللي هو 14. انا قلت اهو النمبر اوف بروتونز اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو 13، يبقى الماس نمبر بيساوي نمبر اوف بروتونز اللي هو الاتوميك نمبر نفسه، صح كده؟ بلس نمبر اوف نيوترونز اللي هو 14 تديني ايه؟ 27، ماشي كده؟ فين 27 اللي هي بي، ماشي كده؟ ليه؟ لان عارف الماس نمبر نمبر اوف بروتونز زائد نمبر اوف الكترونز. طيب give reason the modern periodic table consists of 7 horizontal periods، يعني ليه دي موجوده عندنا برضو في الكتاب بالنص؟ ليه المودرن بيريودك تيبل consists of 7 horizontal periods؟ طيب
هو انا عندي كام انرجي ليفل؟ عندي 7. ولو نلاحظ هو لما قال لي ان المودرن بيريودك تيبل بيتكون من 18 فيرتيكال جروبز و7 7 هوريزونتال بيريودز، ماشي كده؟ قال لي ان each period starts with filling a new energy level، ماشي كده؟ فانا عندي 7 periods عشان انا اصلا عندي 7 energy levels، ماشي كده؟ فكل period بتبدا ان هي تعمل filling للنيو energy level. يبقى هقول له because we have 7 main energy levels. So each period، مش هما 7 period، each period starts with filling a new energy level او a new main energy level. ماشي. Mention the atomic number of mention the atomic number of metallic element X is divalent and located in the third period. طيب كويس قوي السؤال ده. هو عايز الاتوميك نمبر بتاع element. اول حاجة نبدأ نمشي بالراحة كده. اول حاجة metallic هنعرفها برضو في الدرس التاني. كلمة metallic ديت يعني خدناها في prep 1. كلمة metallic دي يعني الاوتر موست، ماشي كده، في الاوتر موست انرجي ليفل في اما 1 اور 2 اور 3. يعني ايه 1 اور 2 اور 3؟ لزام 4 وخلاص، 1 اور 2 اور 3، ماشي كده. طيب هو قال لي ميتاليك ايليمنت اكس از ا دايافيلنت. دايافيلنت يعني ثنائي، ماشي كده. طيب يعني بيعمل لوز لتو الكترونز او بيعمل جين لتو الكترونز. يعني ايه مثلا؟ هو لو كان الانرجي ليفل الاوتر موست فيه 2 مثلا فهو هيعمل ليهم لوز، ماشي كده. يعني لو كان في 6 فهو هيعمل جين لتو الكترونز. فاللي عندي هنا وعايز اقوله ان الاوتر موست اما فيه 2 or 6، ماشي كده. طيب احنا لسه قايلين ان هو ميتاليك، يعني هو في 1 or 2 or 3، وقال لي دايافيلنت هيبقى في 2. يبقى تاني انا اعرف منين، اعرف استفاد ايه من كلمه ميتاليك؟ ان الاوتر موست فيه 1 او 2 او 3. قال لي دايافيلنت يعني بيعمل، هنا بقى هيعمل لوز للتو الكترونز دول. المهم ان دايا 2 يعني، فهيبقى فيه 2 الكترونز، ماشي كده. يبقى كده اللي عرفناه ان الاوتر موست فيه 2 الكترونز. طيب and located in third period، في البيريود الثالثة. يعني معنى كده ان في ثلاثة energy levels، صح كده؟ نعمل بقى الكونفيجوريشن، يبقى 282، يبقى هيطلع كده 12 اللي هو يقصد بيه المغنيسيوم، ماشي كده. طيب هو mention the atomic number، احنا كده قلنا له الاتوميك نمبر اللي هو 12. طيب inert gas which is located in third period، inert gas موجود في الثيرد بيريود. طيب انا عندي في الثيرد بيريود هرسم كده الثيرد بيريود. وقال لي انرت جاز، انرت جاز يعني الاوتر موست، الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو ده هيكون فول ويز الكترونز. كام الكترون؟ 8 الكترونز، صح كده. طيب اعمل كونفيجوريشن 288 تديني كام؟ 18، ماشي كده. طيب حد يقول لي مثلا هو مش شرط الاوتر موست في الانرت جاز يبقى الاوتر موست فيه 8 الكترونز، ممكن يبقى فيه 2 الكترونز زي مثلا الهيليوم، ماشي كده. طيب هو قال لي الهيليوم ده لو هنعمل له كونفيجوريشن، الهيليوم اتش اي 2 لو هنعمل له كونفيجوريشن هيديني 1 بس انرجي ليفل، صح كده، اللي هو 2. ماشي، هو قال لي في الثيرد بيريود فلازم كان ارسم 3 انرجي ليفلز، فاكيد هيبقى هنا 8 مش 2، ماشي كده. واعمل 288 تديني 18. طيب A metallic element X which is located in period 3، يعني هو metallic برضو، يعني هنقول الاوتر موست وبيريود 3، ماشي، بيريود 3 يعني 3 انرجي ليفلز، وهو metallic يعني الاوتر موست فيه اما 1 اما 2 اما 3، ماشي كده. هو بقى المفروض هيقول له مونوفيلنت ولا دايفيلنت مثلا ولا تريفيلنت علشان اعرف هو 1 ولا 2 ولا 3. طيب and when it reacts with oxygen، لما يتفاعل مع الاكسجين a compound its formula X2O is formed. هو هنا ما قاليش هو مونوفيلنت ولا دايفيلنت بحيث احدد النمبر اوف الكترونز في الاوتر موست. بس نركز على حاجه خدناها برضو في بريب 1. طيب عندي مثلا هنا البوتاسيوم برومايد، ماشي كده. طيب ده اصلا انا كتبته كده ازاي؟ انا بكتب البوتاسيوم كي، ماشي كده، وبكتب البروماين بي ار بي ار، ماشي كده، وبكتب تحت كل واحده بتاعها الفالنسي. الفالنسي بتاع الكي 1، ماشي كده، والفالنسي بتاع البي ار 1، ماشي كده. وبعدين لما اجي بقى اكتب ال، لما اجي اكتب بقى الفورميولا الصيغه يعني بتاعتها، يعني بكتبها ازاي؟ بخلي الكي تاخد النمبر بتاع البي ار والبي ار تاخد النمبر بتاع الكي، واكتب كده كي المفروض هنا واحد فهيبقى واحد مثلا بي ار واحد، بس انا ما بكتبش الواحد فبيديني كي بي ار.
يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو كان الكي ديت مثلا الضايه مثلا مش مونو، يعني مثلا فالنس بتاعي 2 والبي ار مثلا ايه واحد مثلا، بس ده مش صح. كنت هكتب كده، كنت هعمل كده، اخلي الكي تاخد ال1 والبي ار تاخد ال2، يعني مثلا كي واخلي بي ار 2، لكن ده مش صح، هو اصلا كي بي ار البوتاسيوم بروميد. ماشي كده. طيب، طب ايه انا يعني انا هعرف ايه من الكلام ده دلوقتي ولا هستفاد منه ايه؟ هنقول اهو بقى، انا عندي الفورميولا ده اكس 2O، اكس ده مش السامبل بتاع الاليمنت، لا اكس ده يعني مجهول، يعني زي ما بنقول كده السين بالعربي رقم مجهول، فهو مش قايله لي حتى، هو اميتاليك اليمنت اكس مجهول، وانت عايزك تقول لي هو ايه الميتاليك اليمنت ده. ماشي، احنا لو تخيلناها كده، ده كان اصلها ايه؟ ده كان اصلها ان الاكس ماشي كده والاو ماشي كده. طيب احنا كده الاكس خدت ال2، يبقى اكيد ال2 دي كانت تحت الاو، صح كده؟ علشان تاخد الاكس تاخد ال2. طيب الاو خدت الرقم بتاع الاكس، الاو معمول جنبها كام؟ مش معمول جنبها حاجه، يعني كام؟ بواحد. يعني معنى كده ان الفالنسي بتاع الاليمنت اكس ده بواحد، ب1، ماشي كده. يعني معنى كده بقى ان النمبر اوف الكترونز في الاوتر موست هيبقى بواحد بس، مش باتنين ولا تلاته. هنقولها تاني، هنقولها تاني. بيقول لي اهو، بيقول لي ميتاليك، استفاد ايه من كلمه ميتاليك؟ ان الاوتر موس فيه اما الاوتر موس، والف الثيرد بريد، فرسمت الثيرد بريد، فرسمت 3 انرجي ليفلز. بنقول ميتاليك يعني الاوتر موس فيه 1 less than 4، 1 or 2 or 3، ماشي كده. طيب انا بقى عايز اعرف 1 ولا 2 ولا 3، اعرف ازاي؟ قلنا من هنا بقول اكس واو، ماشي كده. الفالنس بتاع الاو هو اصلا 2، والفالنس بتاع الاكس انا مش عارفه، فبص كده على الفورمولا هلاقي ان الاكس اخد ال2 اللي هي بتاعت الاو، يبقى الاو هتاخد بتاعت الاكس. طب قولوا مثلا لو كان مكتوب جنبها 3 مثلا، او 3 كان، يبقى الفالنس بتاع دي 3، صح كده؟ لكن هي مش مكتوب جنبها حاجه، فبعتبر ان الحاجه مش مكتوب جنبها حاجه ب1، يبقى الفالنس بتاع الاكس ده كان ب1، ماشي كده. معنى كده ان النمبر اوف اليمنت في الاوتر موست بقى، او النمبر اوف انرجي الكترونز سوري في الاوتر موس هيبقى ب1 بس. ماشي، اعمل بقى الكونفيجريشن 281، يبقى الاتوميك نمبر بتاعه انا مش عارف لسه هو عايز ايه، بس ما اجيب الاتوميك نمبر يعني، يبقى الاتوميك نمبر بتاعه 281 اللي هو 11. ماشي، طيب بيسالني عن ايه بقى؟ What is the group in which this element located؟ هو موجود في انهي جروب؟ طب اعرف مين؟ والله هروح ابص على النمبر اوف الكترونز في الاوتر موس هلاقي 1a، يبقى هو في جروب 1a. طيب ايه تاني؟ يبقى هو في جروب 1a، ماشي كده. طيب لان في الاوتر موست، كالكوليت ذا اتوميك نمبر اوف ذيس اليمنت، احسب لي الاتوميك نمبر، لسه قايلين اهو 281 اللي هو 11. طيب ديترماين ذا بلوك اوف ذيس اليمنت، ايه البلوك اللي موجود فيه؟ هو والله موجود في جروب 1a. طب ما هو 1a ده موجود في جروب اس، في بلوك اس هو و2a، ماشي كده. طيب نشوف اللي بعديه، خلاص كده. طيب لو في اي حاجه مش واضحه ممكن تسيبوها لي في كومنت، وانا ايه هرد عليها بامر الله. بالتوفيق ان شاء الله.